أيضا محمد الباز كاتب مقال طويل على موقع الدستور بيتحدث عن الحفاظ على القوات المسلحة. يعني لما لو يجي لك كده مرارة وانت صايم وتقعد تشرب فنجان القهوة وتقرأ المقال الطويل ده اللي كان بعنوان استقرار المؤسسة العسكرية المفتاح الأول لاستقرار مؤسسات الدولة، ولأنها المؤسسة الأهم زي ما قال الباز كان ضروريا على بقائها هو المفتاح، لأنها المفتاح الأساسي للدخول إلى دولة المؤسسات المستقرة الراسخة القادرة على حماية الدولة من السقوط والطرد. يعني بالنهاية كده الباز عايز يقولك إن الهيئة أو القوات المسلحة هي الأهم، أهم بقى من التعليم وأهم من الاقتصاد وأهم من التجارة والسياحة والصناعة، أهم من أهم حاجة في البلد. ده اللي كان عايز يوصله الباز في المقال اللي تقريبا أخد صفحة كاملة في الدستور، وكلام عمال يعيد ويزيد ويلت ويعجن على أهمية القوات المسلحة وكيف حافظ عبد الفتاح السيسي على القوات المسلحة وكيف حافظت القوات المسلحة على الدولة وكيف تعاملت القوات المسلحة مع مؤسسات الدولة وكيف أمدت القوات المسلحة القطاعات في الدولة والوزارات المدنية المختلفة. تشعر وكأنك بتتكلم على دولة تانية اسمها دولة القوات المسلحة، بتعطف على دولة الغلابة اسمها جمهورية مصر العربية. تشعر وكأن دولة القوات المسلحة دي هي اللي بتمتلك كل حاجة، هي اللي بتسيطر على كل حاجة، وهي اللي بتدينا كده ايه صدقات وتبرعات وفتات من الفائض بتاعها من الفائض بتاعها لباقي الشعب وباقي الوزارات.